السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أعزائي في القناة التعليمية إيكول شادلي. اليوم مع فيديو جديد الذي سنرى من خلاله تتمة درس قياس الأطوال من الصفحات 34 و35 من الكتاب المدرسي الجيد في الرياضيات للمستوى الثاني من التعليم الابتدائي. إذا لدينا اليوم أتمرن السؤال السادس، ألاحظ وأكمل. إذن طول قامتي هو، إذن كم طول قامته؟ إذن لدينا هنا 120، إذن فهذه أو هذه المسطرة المدرجة فهي بالسنتيمتر، إذن طوله هو 120 سنتيمترا. نكتب هنا 120 سنتيمتر. ننتقل الآن إلى السؤال السابع، أشطب الجواب الخطأ. طول النملة هل هو 2 سنتيمتر أم 2 متر؟ إذا فالنملة صغيرة، إذا طولها هو 2 سنتيمتر وليس 2 متر، إذا نشطب 2 متر. علو الكرسي هو 40 متر أم 40 سنتيمتر؟ إذا فعلو الكرسي هو 40 سنتيمتر، علينا أن نشطب 40 متر. الآن ننتقل إلى قامة الطفل. قامة الطفل هل هي 80 متر أم 80 سنتيمتر؟ إذا فقامة الطفل هي 80 سنتيمتر، الجواب خاطئ هو 80 متر. علو الشجرة هل هو 20 سنتيمتر أم 20 متر؟ إذا 20 مترا فهو قياس الذي يوجد بالمسطرة، فالشجرة أعلى من ذلك، إذا الشجرة هي علوها هو 20 متر، إذا نشطب على 20 سنتيمتر. الآن نمر إلى السؤال الموالي، سؤال 8، ألاحظ الصورة مسطرة القسم وأكمل. إذا هذه هي مسطرة القسم من 0 حتى 100 سنتيمتر. هنا لدينا 100 سنتيمتر، كم يساوي؟ ف 100 سنتيمتر يعطي 1 متر، وواحد متر يعطي 100 سنتيمتر. الآن نمر إلى سؤال التاسع. إذن سؤال تسع يقول، ألاحظ القطعة المستقيمة الحمراء، ألاحظ وضع المسطرة المدرجة. إذن طول القطعة المستقيمة هو، إذن هذه القطعة كم طولها؟ إذن طولها هو 4 سنتيمتر، إذن نكتب 4 سنتيمتر. الآن ننتقل إلى السؤال العاشر، أرسم قطعة مستقيمة طولها 3 سنتيمتر ثم أرسم قطعة مستقيمة طولها 5 سنتيمتر. إذا هنا علينا أن نرسم أولا قطعة مستقيمة طولها 3 سنتيمتر. إذا أولا علينا أن نحط الصفر على حافة القطعة، بعد ذلك نرسم 3 سنتيمتر هكذا. إذا نكون قد رسمنا قطعة بها 3 سنتيمتر كما تلاحظون هنا، وهنا مطلوب منا قطعة مستقيمة طولها 5 سنتيمتر. إذا هكذا نكون قد رسمنا قطعة طولها 5 سنتيمتر، إذا هكذا 5 سنتيمتر. إذا هذه القطعة بها 3 سنتيمتر، وهنا قطعة بها 5 سنتيمتر هكذا. إذا الآن ننتقل إلى أتذكر. أتذكر السنتيمتر، سنتيمتر نرمز له بالسنتيمتر اختصار، المتر متر نرمز له بام متر، هما وحدتان لقياس الأطوال. لدينا هنا 1 متر تساوي 100 سنتيمتر. طول القطعة المستقيمة الحمراء هو 2 سنتيمتر كما تلاحظون هنا، فهذه القطعة طولها 2 سنتيمتر. التدريجة صفر تطابق أحد طرفي القطعة، إذا صفر فهو يطابق طرف القطعة كما تلاحظون هنا، ليأتي لنأخذ طول القطعة بشكل صحيح. إذا الآن نمر إلى السؤال الموالي، أقوم تعلماتي. سؤال 11، ألاحظ وأشطب القياس الخطأ. إذا طول القطعة المستقيمة الحمراء هو، إذا لدينا هنا 1 2 3 4، إذا طوله هو 4 سنتيمتر، وهنا كذلك 1 2 3 4،
4 سنتيمتر. إذن فالقياس الخاطئ هو 6 سنتيمتر. إذن أشطبوا هذه الإجابة الخاطئة، لأن الإجابة الصحيحة هي 4 سنتيمتر. إذن الآن نمر إلى سؤال 12. أقيس طول كل قطعة وأكتبه مكان النقاط. إذن في هذا السؤال علينا قياس كل قطعة على حدة، وبعد ذلك نكتب القياس. إذن كما نعرف بأن علينا أن نحط أو نضع الصفر على حافة هذه القطعة. إذن هذه القطعة بها 4 سنتيمتر كما تلاحظون هنا. إذن نكتب هنا 4 سنتيمتر. هذه القطعة بها سنتيمتران، إذن نكتب 2 سنتيمتر. إذن وأخيرا هذه القطعة بها 3 سنتيمتر، إذن نكتب هنا 3. هذه القطعة 4 سنتيمتر، وهذه القطعة طولها 2 سنتيمتر، وأخيرا هذه القطعة فطولها 3 سنتيمتر. الآن نمر إلى سؤال 13. أرسم قطعة مستقيمة طولها 6 سنتيمتر، قطعة مستقيمة طولها 2 سنتيمتر. إذن هنا مطلوب منا أن نرسم أولا قطعة مستقيمة طولها 6 سنتيمتر، والثانية طولها 2 سنتيمتر. إذن نضع هكذا مسطرة، إذن من 0 حتى 6. إذن هذه قطعة طولها 6 سنتيمتر. الآن علينا رسم قطعة طولها 2 سنتيمتر. إذن هكذا. إذن هذه قطعة طولها 2 سنتيمتر. إذن هكذا نكون قد رسمنا قطعة مستقيمة طولها 6 سنتيمتر، ثم قطعة مستقيمة طولها 2 سنتيمتر. الآن نمر إلى السؤال الموالي، سؤال 14. ألاحظ وأكمل. إذن 2 متر تساوي 200 سنتيمتر، 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. 200 سنتيمتر كما تلاحظون هنا، 200 سنتيمتر تعطي 2 متر. أخيرا 500 سنتيمتر فهي تعطي 5 متر. إذن هنا 2 متر تساوي 200 سنتيمتر، 1 متر يساوي 100 سنتيمتر، 200 سنتيمتر يساوي 2 متر، و500 سنتيمتر يساوي 5 متر. إذن الآن ننتقل إلى السؤال الموالي. أدعم مكتسباتي. 15. ألاحظ وأكمل. إذن طول هذه الطاولة هو 1 سنتيمتر وعرضها 20 سنتيمتر. إذن قياس الطول هو 1 متر أي 100 سنتيمتر. قياس العرض هو 20 سنتيمتر كما مكتوب، العرض هو 20 سنتيمتر، الطول هو 1 متر أي 100 سنتيمتر. إذا الآن نمر إلى سؤال 16. أكتب قياس طول الخط الأحمر. إذا لدينا هنا A B C، إذا علينا حساب طول هذه أو طول الخط الأحمر بالكامل. إذا نقوم بقياس أولا A، فطوله هو 5 سنتيمتر. إذا نكتب 5 سنتيمتر زائد، إذا A هي 5 سنتيمتر، B هي تعطي 3 سنتيمتر، إذا B تساوي 3 سنتيمتر، وأخيرا C هي تعطي كم؟ إنها 5 سنتيمتر. إذا C تساوي 5 سنتيمتر. إذا علينا أن نقوم بعملية الجمع، 5 سنتيمتر زائد 3 سنتيمتر زائد 5 سنتيمتر. إذا هذا المجموع كم يساوي؟ أو يساوي 5 زائد 5 10 زائد 3 تصبح 13 سنتيمتر. إذا قياس الطول هو 13 سنتيمتر. إذا أولا قمنا بقياس الجزء A، ثم القياس الجزء B وقياس C.
عطانا A 5 سنتيمتر، B 3 سنتيمتر، ثم C 5 سنتيمتر. إذا قمنا بتجميع القياس ليعطي طول الخط الأحمر. إذا إلى هنا ينتهي فيديو اليوم، أراكم إن شاء الله في فيديو قادم. إلى اللقاء.